النهارده قبل ما اعمل لها بلوك انا هعمل النهارده ايه؟ هعمل وصفه سبايسي جدا ودوشه جدا. هي ايه؟ الباستا الا بوتانيسكا. يعني ايه الكلام ده؟ هي الباستا اللي بالسي فود والانشوجا، خطيره حلوه جدا، وصفه ايطاليه تقليديه. كمان هعمل معاها البانا كوتا. يعني ايه الكلام ده؟ برضو هي مهلبيه وهزود عليها القهوه، فمهلبيه ايطاليه، فانا يعني كريمه بالايطالي. فتعالى اقول لكم المكونات الاول بتاعه الباستا البوتانيسكا، يلا بينا. وبعد كده نبدا فيها، واحنا بنسال نانسي على شويه اسئله، احنا معانا اسئله كتير بالظبط، والدوشه اللي هي كمان عاملاها. ايوه ماشي ايوه. فالمكونات مكرونه البوتانيسكا هي مكرونه قواقع او اي نوع مكرونه، طماطم شيري، ثوم مفروم، فلفل احمر حراق، انشوجا بالزيت بتاعها، جمبري متنضف ومتقشر مع الديل، ملح وفلفل، زيت زيتون، زبده، بقدونس مفروم وكابري، وزيت وسوري زيتون اسود شرايح وزيتون اخضر شرايح. يلا بينا فتحت نبدأ. نفسنا يا عمرو صح. المكونات بتاعتها سهله وخفيفه بسيطه وموجوده، يعني بالزبط. سهله حد يشتريها. على الباستا دي ممكن تعمليها من غير جمبري، يعني انا عاملها النهارده بجمبري. هي بتعمل بانشوجا وكابري، وانا عاملها النهارده. قلت بقى ايه؟ تدلع بقى الناس، عيب تاكل وشنا لو مفيش زفر. فهنتبل الجمبري الاول بالملح والفلفل، وهنسخن النار عبال ما نتبله عشان ننزل بيه على طول. تحب الجمبري؟ جدا. تحب السي فود عموما؟ قوي. الانشوجه بتنزعجي منها ولا لا؟ بحبها جدا، هي والرنجه تحفه. وانت؟ لا انا ما بحبش الانشوجه. ليه؟ ما اعرفش، يعني بحب زي ما قلت بحب الاكلات الثانيه، الفسيخ والرنجة والحاجات الحلوه دي. طب انت برج مائي ولا برج؟ مائي. انت زي عقرب. انا سرطان، عشان كده بنحب السيود والانشوجا والحاجات. مع رند كمان. كويس ان انت ما طلعتيش مع رند بقى. ده كده هنعوم احنا الثلاثه. انا عقرب. طيب ما تقلقيش. طيب احنا دلوقتي هنحط ايه على الجمبري؟ على الملح والفلفل وزيت زيتون بس كده، هو ده اللي انا هحطه على الجمبري. الجمبري مش محتاج يتبل بحاجات كتير، هو اصلا طعمه يجنن من غير اي حاجه. هقلب كل ده مع بعضه عبال ما ده زيت زيتون يا عمرو. وهفركهم كده هم مع بعضيهم. طبعا الجمبري ده يكون متقشر ومتساب الديل بتاعه ومتجفف من الميه. ليه؟ عشان اول ما ننزله على الطاسه ما يقعدش يفرقع ويعمل لنا ايه؟ مناظر. ماشي؟ يعني يكون متصفي من الميه بتاعته. صح كده؟ متصفي قصدك من الميه بتاعته؟ لا، ممكن منديل، منطبطب عليه كده بمنديل وخلاص، مش محتاج كتير. كمان لما ننزله على النار مش هيحتاج زيت زيتون كتير، لان احنا متبلينه بزيت زيتون. انا خلصت كده اهو، هبتدي اشوح الجمبري واطلعه على جنب. ماشي، يلا. ممكن بقى تساليها على الدوشه والحاجات دي كلها. طيب انا كنا بنتكلم دلوقتي على السوشيال ميديا، وبما انك طبعا عامله دوشه على السوشيال ميديا، قولي لي ايه حكايه دوشه نانسي؟ اول فيديو هو اكتر فيديو عمل بومينج معايا والناس عرفتني منه، وده كان بيتكلم عن المشاعر. ان المشاعر زي بصمه الايد، ما بتتكررش ابدا. حتى لو اتحطينا في نفس الموقف وكانوا توأم، المشاعر رد الفعل بيكون مختلف تماما. طيب النهارده عايزين نتكلم كده، وعايزاكي تفيدي كل الناس. احنا بنتكلم برضو عن عايزين نعرف فن تقديم الهدايا للرجاله. ساعات كتير واحده تبقى مخطوبه. واحده بتيجي لي هدايا تقرف بجد. بس يا عمرو انت الناس ما تحترش معاك في الهدايا بتاعتك، انت عندك حاجات، عندك فرايتيز كتير، حاجات. أيوة. مطبخ، حاجات لبس، يعني عنده حاجات كتير. ايوه بس انا قصدي اللي بصاحبهم مش كلهم بيبقى عندهم الفن بتاع اختيار الهديه. فانا عايزك بقى تديهم نصيحه كده للستات عموما كلها، اللي متجوزه بقى واللي مخطوبه واللي عايزه تجيب هديه مثلا لحد زميل ليها. بقول لكم ايه؟ ميداليات الفضه شبعنا منها، يعني كفايه بقى ميداليات فضه. طب هقول لكم على حاجه حلوه، عشان بس لو عيد ميلاد عمرو قول الهدايا اللي انت عايزها ونخلص من القصه دي. لا مش لازم عيد ميلاد، ممكن يكون هديه من غير عيد ميلاد. بص الطمع، يعني بيقول ايه؟ لا احنا مش هستنى يوم كده. اصل انا بجيب هدايا كتير جدا. انا اللاف لانجوج بتاعتي او لغه الحب بتاعتي ان انا ابقى كريم واجيب هدايا وافسح وادلع واعمل. دي اللاف لانجوج بتاعتي. بتاعتك انت بس مش شرط تكون بتاعتها هي. انا ما عنديش مانع، انا مش عايزها هي تكون طول الوقت بتجيب هدايا زي. بس لما اجيب هديه حلوه صوتفل، مش قصدي غاليه، بس تبقى فيها فكره، مش ميداليه فضه. لا بس انا عايزه افاجئك يا عمرو واقول لك ان الفيديو اللي عملته للرجاله، لان هم ما بيعرفوش يختاروا هدايا للسيدات.
بالعكس. يعني في للسيدات انه للرجاله طبعا دي حقيقه، كانت نصيحه ليهم. في في رجاله كتير بينزلوا فعلا، بيبقى مثلا ساعات عيد ميلاد مراته وعيد ميلاد خطيبته، فعلا ما بيبقاش عارف ان هو او ينقي الهديه المظبوطه والمناسبه ليها. بالظبط. انت بقى تقولي فن الهدايا للرجاله وللستات. المشكله الاكبر ان لما بيتجوزوا بيستسهل، بيقول لها الفيزا اهي او المبلغ اهو واشتري اللي انت عايزاه. بس خدي بالك انا بحب كده جدا. لا بالعكس انا بحب كده فعلا. يعني انا في عمليه بحب الحاجه اللي تناسبني. وبما ان انا اصلا بقعد الف كتير يا عمرو، بقعد يعني اروح هنا واروح هنا، وببقى عايزه الحاجه اللي تناسبني. ما اجيبش، ما يجيليش اي حاجه وخلاص ما استخدمهاش. لا انا بجيب هدايا حلوه. احنا عايزين نقول له ان هو ما يجيبش اي حاجه ويفكر شويه انت محتاجه ايه. وكمان زي عمرو لغه الحب بتاعته والهديه، هو عايز الهديه تبقى ابليكابل ليه هو. حاجه هو محتاجها، محتاجها فعلا ويستخدمها. بالظبط. لا وكمان حاجه تكون فيها فكره، يعني فيها تاريخ من حاجه، فيها انترست من حاجه، حاجه مثلا هي بتحبها، حاجه انت بتحبها، حاجه كمان تستخدمها في يومها اللي هتسهل حياتها. بالزبط. الهدايا دي النوعيه دي جميله جدا، فمش بشوفها خالص. انا كمان بحب الهدايا تستخدم يا عمرو قوي. ليه؟ يعني لما يجي لك هديه بحب قوي اشوف الهديه اللي انا جبتها تستخدم على مدار اليوم، يبقى حاجه كده، حاجه تفيده، حاجه تفيد. دي بتبقى حلوه جدا. بس ما تبقاش هديه للمطبخ. انا مش منطق. انا مش منطق عشان تجيبي لي طقم كاسات مثلا.